عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي ما تنسيش تشتركي فيها من الزرار الاحمر اللي تحت تخليه لونه رصاصي وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله في القناه بتاعتي. ولو الفيديو ده عجبك اعملي لايك وكومنت عسل برياكشن، احلى 3 كومنتات بيطلعوا معايا كل فيديو. وفيديو النهارده هو ازاي بخلي ريحتي حلوه من بدايه الشاور لحد ما اخرج منه. المراحل اللي انا بعملها عشان اخلي ريحتي حلوه وهي مراحل بسيطه جدا وعند كل بنوته، مش شرط تستخدمي المنتجات اللي انا بستخدمها بس عندك بدائل كتير جدا ممكن تستخدميها في السوق. اول حاجه بنبدا بيها طبعا هو الشاور. ده مش روتين الاستحمام يا بنات، ده ازاي بخلي ريحتي حلوه بالمنتجات اللي انا بستخدمها. روتين الاستحمام هعمله لكم في فيديو خاص. اول حاجه بتخلي ريحه الجسم حلو طبعا هي الشاور، والحاجه مع انها مش بتدوم بس بتخليكي تستمتعي كده وانت بتاخدي شاور، فهو ده اللي انا بستخدمه الايام دي. ده شاور صباح السعاده من ماي واي، حلو جدا اقتصادي، واحد وعليه واحد الاثنين بيبقوا عاملين حاجه و50 جنيه، يعني 3 لتر شاور بحاجه و50 جنيه يا بلاش. الريحه دي مميزه جدا وهتحبوها جدا بالذات لو بتاخدي شاور الصبح، فصباح السعاده بتبقى صباح السعاده فعلا. او عندك مثلا كذا اوبشن، ده برضو من ماي واي بريحه جولدن تاتش، خلاص قرب يخلص. وده من ايفون بريحه بيرفيوم اولويز، ده تحفه جدا، انا بقالي كتير ما استخدمتوش بس هستخدمه الايام دي لانه وحشني، يعني ريحته وحشتني. عندكم كذا اوبشن زي ما بوريك. اول حاجه بتفرق في ريحه الجسم هي الشاور، فدي اول خطوه بعملها. طبعا لو بتستخدمي حمام مغربي ريحته حلوه، لو بتستخدمي سكراب للجسم ريحته حلوه، كل ده بيفرق برضو. تمام. تاني حاجة بقى، لما بتطلعي من الشاور بترطبي جسمك طبعا ببادي لوشن، بس انا ما جبتوش معايا في الحاجات دلوقتي، بس انا حتى لو جبته يعني بستخدم جلايسولين، بستخدم حاجات طبية الايام دي لان انا جسمي فيه حساسية وجفاف وكده، فما بستخدمش ريحة حلوة الايام دي. بس انت طبعا عندك بادي لوشن بس بادي وركس، عندك فيكتوريا سيكريت، مثلا ممكن يكون عندك حاجة من ذا بادي شوب، عندك من اي حاجه، يعني من اي حاجه ممكن مثلا من ايفا، في ايفا بالورد، وفي حاجات كتير جدا ممكن تستخدميها. بعد المرحله دي بتيجي مرحله البودي ميست، والبودي ميست ده اللي انا بستخدمه الايام دي، مبستخدموش كل يوم طبعا عشان جسمي فيه حساسيه ومش محتاجه اي ريحه تيجي عنده عشان تحسسه اكتر، ما كفايه اللي فيه يعني. بس البودي ميست ده تحفه جدا اللي هو بالرمان، اتشهر في الفتره الاخيره كتير جدا بس هو يستاهل بصراحه الشهره. ريحته كده دافيه وتليق على الشتاء، ريحه شتويه بحته، يعني ريحه شتويه جامده. من الحاجات اللي بجد اللي برشحها لكم لو انت مش بتستخدميه لا ابداي استخدميه، حلو جدا ورخيص، كان ب 75 جنيه تقريبا، وريحته بتثبت على الجسم بنات على فكره. تعالوا بعد كده طبعا الديودرنت. الديودرنت ده من الحاجات اللي بتخلي ريحتك حلوة، يعني مش شرط بقى ان انت مثلا تكون ريحتك مثلا من بره برفيوم وبتاع والكلام ده، لو مش حاطة الحاجات دي ديودرنت قادر جدا يغير ريحة جسمك، حتى لو انت حاطة حتة صغيرة. وانا بتكلم عن الديودرنت ده من سبيرنج من ماي واي الكريمي، ده انا بستخدمه على فكرة بقالي سنين وسنين، ولا عمل اسمرار ولا عمل اي سايد افكتس عليه، بجد تحفه جدا، وبسبعة جنيه ونص. الكميه دي كلها بسبعة جنيه ونص، حلو قوي 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 قوي. ده بيخلي ريحه جسمي حلوه حتى لو مش حاطه برفيوم او بودي ميست او حاجه. اللي بيجي جنبي بيقول انت حاطه ريحه ايه، على حسب طبعا الريحه اللي موجوده فيه، يعني دي ريحه العود الملكي حلوه جدا، ريحه شرقيه جميله، فارشحه لكم وبشده، ده من الحاجات اللي بيفرق جدا في ريحه جسمي. بعد كده طبعا نيجي عند المخمرية او زبدة الجسم الصغيرة من ماي واي، دي انا ما بقدرش استغنى عنها اصلا في حاجتي، جايبة منها في الجهاز ومعايا في البيت كذا نوع. بصوا هي بتبقى شكلها كده، دي بريحة شذا، تحفة تحفة بنات، تحفة جدا جدا جدا. انا والله العظيم باجي اسلم على حد بيقول لي انت حاطة ايه، دي كده بحطها هنا هنا كده تمام، وبحطها هنا في الاماكن دي عشان ما اجي اسلم على حد، وبحطها في كف ايدي لو انا نازله خلاص باخد حته. ممكن ترطبي بيها جسمك عادي جدا لو جسمك مش بيتحسس بالروائح الفواحه دي، تحفه جدا. ممكن تحطيها كمان على شعرك او مثلا في القطات دي، حلوه جدا. دي عامله 12 جنيه، في منها روائح كتير، في منها روائح بينك وجولدن والفيحاء، ودي طبعا شذا، وفي تندر،
في منها روايح كتير جدا هتعجبكم، وسعرها كمان حلو ومناسب ومش غالي، وفي نفس الوقت ريحتها ثابته وبتقعد معاكي كذا ساعه بالذات لو انت خارجه. تعالوا بقى لحاجه مهمه جدا جدا، وهي ريحه الشعر. ريحه الشعر من الحاجات اللي بتفرق من ست للتانية. الست دي حتى بيرفيوم، بس الست دي من اولها لاخرها ريحتها تحفه. ازاي بقى؟ ازاي عملت كده؟ ازاي دي بقى في بيرفيوم الشعر؟ البيرفيوم ده من ماي واي. طبعا انا مش بقول لك استخدمي بتاع ماي واي، عندك اللي هو بتاع باليا، سمعت عنه ريفيوهات كتير جدا. وعندك في بيرفيوم طبيعيه، في بنات بتصنعها يعني جروبات هاند ميد وكده، وفي واحد بس مش فاكره اسمه ايه، بس معلق في دماغي قوي، لازم اجربه. بس ده كده طبعا اللي بستخدمه الايام دي، ريحته حلوه جدا، ريحته فريش كده ويليق في الصيف اكتر. ده من بريتي العروسه، ده لتفريحة تعطير تصفيف تنعيم. بصراحه هو بيدي تنعيم للشعر، بيدي تعطير، وبيدي كده ترطيب، يعني مش بس ريحه، لا ده بيدي كمان ترطيب حلو جدا. وسعره 20 جنيه بلاش بالكميه دي كلها. بص انا استخدمت منه يا دوب دول بس، واستخدمته بقالي شهر يعني ما بيسحبش كتير. وبعدين هي رشتين كده بس، مش شرط تغرقي شعرك. حلو جدا بيرفيوم الشعر، من الحاجات اللي بتفرق من ست للتانيه زي ما قلتلك، وهيميزك طبعا عن غيرك. الخطوه الاخيره وخطوه البيرفيوم اللي طبعا كلنا بنحب الخطوه دي جدا، وهي الخطوه اللي بتخلي ريحتنا حلوه وفواحه، ليكي طبعا كذا اوبشن. البرفيوم من الحاجات اللي هي ذوقيه، انت يعجبك البرفيوم ده، انا هقول ايه ده لا مش عاجبني الريحه دي، ريحه ثابته، دي ريحه فواحه، دي ريحه شجري، دي ريحه كلاس، دي على حسب بقى اللي هي الاذواق وكده. فانا في كذا اوبشن معايا برده النهارده، يعني هوريكم اللي انا بستخدمه. هو الحاجات دي يعني عادي يعني بتبقى كده، انا يعني ممكن مثلا البرفيوم اللي تعجبني قوي بكررها، وممكن كده اقعد اكرر في حاجات يعني مش في دماغي خالص. بصوا من الحاجات اللي بحبها، بس هي مش ماي فيفورت يعني. البرفيوم دي من الشازا من ماي واي اهي، ده شكلها. البرفيوم دي هقول لكم ريحتها ايه، هي ريحتها شتويه تقيله مناسباتي اكتر، يعني ريحه شتويه مناسباتي، عايزه بالليل، عايزه مناسبات بالليل، يعني ما ينفعش تخرجي بيها خالص، مش ريحه هاديه خالص يعني، بس حلوه جدا بحطها بالليل بس. بصوا الريحه دي، الريحه دي من يو تليق صباحيه حلوه، تليق ان دي تحطيها الصبح، شتويه برضه يعني شذا ويو من الروائح الشتويه، بس دي الصبح ودي تنفع بالليل اكتر، يعني اللي انا بفضل دي. بقى تركيبه، بحب التركيبات لانها بتظبط اكتر. التركيبه دي كانت بخمسين جنيه، يعني اغلى من شازا واغلى من يو والله. مش فاكره كانت بريحه برفيوم ايه، بس انا شميتها كده في الورقه اللي هما بيوزعوها دي، قلت لها اعملها لي من غير ما حتى اسال يعني. ده شكلها حلوه والله، وبتقعد برضو بتثبت جميله. بس ريحه البرفيوم عموما يعني بتفرق بقى من بنوته للتانيه. بس دي كده الخطوات اللي حبيت اقولها لكم، اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو ده، واشتراك للقناه، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بقدمه في القناه بتاعتي. وتوحشوني جدا لحد الفيديو اللي جاي. باي.